واحنا النهارده في النادي الاهلي في البيت الكبير، البيت اللي دايما بيجمع العيله الرياضيه، اللي بيجمع كل رموز ونجوم الرياضه. النهارده في ختام برنامج رد الجميل، النهارده في افطار لكل نجوم وضيوف برنامج رد الجميل في النادي الاهلي، وهيكون في استقبال النجوم الكابتن الكبير محمود الخطيب. اتفضلوا معانا علشان نستقبل ضيوفنا ونجومنا في برنامج رد الجميل. الكابتن الكبير الكابتن عزت ابو الروس نجم الاهلي السابق، منور بيتك. اهلا بيك يا اسامه. منور بيتك النادي الاهلي، النور بيكم كلكم. ربنا يخليك يا كابتن. يخليك يا اسامه. اول حاجه، عجبتك الحلقه؟ اولا الحلقه جميله جدا عشان مبذول فيها مجهود عظيم. لا برضك الاخراج والكلام والحديث وما شاء الله عليك، يعني ربنا يخليك يا كابتن. حضرتك نجم كبير، فدي اقل حاجه نقدر نقدمها لك. الله يخليك يا اسامه. قول لي بقى، النهارده وفي تجمع كبير النجوم القدامى النهارده، وهتشوف الاهلي والزمالك والاسماعيلي وترسانه ومقاولين والاتحاد، كل النجوم دي النهارده في حضور الكابتن محمود الخطيب. رايك في فكره البرنامج وتجمع النجوم الكبار دول؟ اولا فعلا قبل ما اتكلم اقول لازم اشكر مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، لان انت عارف كلنا اللي هنكون موجودين النهارده من زمن بعيد كنا تحت الاضواء، ثم خفتت الاضواء وبقينا في المدرجات، فجأة تتفتح الاضاءة تانية ونطلع في النور بهذه الفكرة الجميلة اللي بتجمع الناس وتخليهم يرجعوا تاني بالذاكرة للايام الحلوة الجميلة اللي كانوا عايشينها. فاعتقد ان دي احسن حاجة اتعملت لينا العواجيز. ربنا يديك الصحة يا كابتن، كل سنة وحضرتك طيب ومنورنا في النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. الله يخليك. اتفضل يا كابتن. الحمد لله نحمدها على كل شيء. معانا النهارده كمان اتنين من نجوم برنامج رد الجميل، وكمان نجوم كبار نادي المنصورة وتاريخ نادي المنصورة الكبير. كابتن بدير، منور النادي الاهلي. ده نورك يا كابتن اسامه، وكل سنه وانت طيب، وطبعا بنشكركم على الدعوه الكريمه، ونتمنى لكم دايما قناه الاهلي التقدم والازدهار ان شاء الله. ليك كلمه حلوه في البرنامج، وحضرتك بتقول يعني انا عاجبني اسم برنامج رد الجميل، بحييكم على تسميه البرنامج بالاسم ده. طبعا ده لسه حتى كمان احنا جايين في الطريق بنتكلم في الموضوع ده. لان طبعا يعني اسم على مسمى فعلا، يعني لان ده البرنامج ده رد جميل لينا والانديتنا كمان، يعني لينا كتاريخ او انجازات يعني على مستوى الكره المصريه بصفه عامه. وانتم نجوم كبار يا كابتن. الله يخليك. ايضا معانا يعني نجم كبير من نجوم المنصوره الكابتن اسامه سطوحي. كابتن سطوحي منور النادي الاهلي. الله يخليك، ده منور باولاده وباعضائه وكل من هو متواجد في النادي الاهلي. قول لي بقى، عجبتك الحلقه بتاعتك؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حاجه جميله. ردود الافعال كانت عاليه جدا، وقلت حضرتك ان تكريم الانسان في حياته احسن من تكريمه في مماته، لان التكريم هو هيحس بيه، ودي لمسه جميله وظريفه ان النادي الاهلي يكرم نجوم نادي المنصوره في السبعينات ويجمعنا كلنا كنجوم في كل الانديه. النهارده كمان هيكون في حفل افطار كل نجوم برنامج رد الجميل، والكابتن محمود الخطيب كمان النهارده باذن الله. ده لفته جميله جدا طبعا، ويكفي ان كنتم جمعتونا بحبايبنا بتوع زمان، الذكريات القديمه بقى كلها تسترجع الذكريات القديمه. انتوا منورينا كابتن، كل سنه وانتم طيبين. اتفضلوا بقى معانا. اتفضل. كابتن محمد عباس الانجليزي بقى. عباس الانجليزي. منور النادي الاهلي بيتك يا كابتن محمد. ورغم انك ما مش معانا في ضيوف برنامج رد الجميل الجزء الثاني، لكن كنا حريصين ان حضرتك تكون موجود معانا السنه دي في الافطار. الحمد لله، انا جيت برضه عشان اشوف المجموعه، وحشني المجموعه القديمه كلها، اللعيبه القديمه كلهم وحشني، فبتبقى فرصه الواحد يجي يشوف حبايبه، يعني هو قاعد معاهم فتره طويله قوي من عمره.
قول لي بقى رايك في البرنامج للسنه الثانيه، ما شاء الله نجاح كبير. جميل. وفكرتنا جميل. كمان ان احنا نكرم الرموز والنجوم القدامى. بتابعك انا. جميل. برنامج جميل 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 يعني. ربنا. والفكره جميله. ربنا يخليك ليك يا كابتن. جميله والله. كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل يا كابتن. اتفضل اتفضل. كابتن محمد ابو العز نجم الترسانه، وانت منور النادي الاهلي النهارده، بقالك كتير ما دخلش النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي بعتبره بيتي الثاني يا حسام، لان انا اساسا عضو من ايام كابتن صالح سليم. وعلى فكره يعني معلومه كده بقولها، طبعا احنا كنا زمان الناس كلها عارفانا اللي على البيبان فبنخش. فجيت داخل مره كان الكابتن صالح موجود. قال لي يا محمد، بيقول لي يا محمد، ما تقوليش يا ابو العز انت محمد مش عضو. قلت له لا، بس الناس مش متاخرين. راح بقى جايب استماره والله، عمل لي عضويه من غير اعانه انشائيه. ومن غير بقيت عضو في النادي الاهلي. بقيت عضو في النادي من سنه 76 ما شاء الله. قول لي بقى يعني رايك في برنامج رد الجميل، والنهارده كمان هتشوف النجوم القدامى كلهم هم متجمعين في الافطار في حضور الكابتن محمود الخطيب. لا انا هقول حاجه يا اسامه. الاهلي باستمرار بيبقى سباق الحاجات اللي هي ما بتخطرش على بال حد. رد الجميل ده من البرامج الجميله، بيتفكر الناس بالناس دي قد ايه ادت للكوره ومش ما خدتش. لا، هي كانت بتحب الكوره والناس كانت بتحب، بدليل ان هم لسه الناس فاكراهم لغايه النهارده. والنجوم دول هيفضلوا دايما عايشين في قلوب الناس كلها. منور النادي الاهلي كل سنه وانت طيب يا كابتن. اتفضل اتفضل يا كابتن.